السلام عليكم، معكم دكتورة بريشة لبنى، اختصاصية في الأمراض النفسية والعصبية، المعالجة النفسية وعلاج الإدمان. كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى لكم رمضان كريم إن شاء الله، وكنتمنى تكونوا كتستافدوا من اللايف اللي كنديروا مع جمعية لايم سي خلال هذه الفتره ديال الحجر الصحي. دونك ما عرفتش واش كتسمعوني ولا لا. بونجور وهيبة، بونجور ماليا. دونك كتسمعوني؟ جيسبر تكون لا كونيكسيون مزيانه. هاد الايام كلشي كيتشكل من لا كونيكسيون. دونك الموضوع ديال اليوم هو كيفاش غادي نستغل اليوميات ديال الحجر الصحي في تطوير ميرسي وهبة. دونك كيفاش غنستغل يوميات الحجر الصحي في تطوير شخصيتي، وفي الى عندي شي مشكل في الشخصيه ديالي، في الثقه في النفس او في اثبات الذات، غادي نكتشفوا جميع ونحاولوا نحلوه ان شاء الله. دونك هذا الموضوع مهم حيت كيقيسنا كاملين، كبار صغار، رجال نساء، ناس خدامين كيقراو ما خدامينش، كيهمنا كاملين. وكيبقى واخا تكون عندي 80 عام باقي عندي الوقت باش غادي نطور هذه المساله. هذا موضوع اللي كيرجع بزاف في لا كونسلطاسيون في لا بسيكوثيرابي. هي اما ناس كيجيو عارفين هذا المشكل اللي عندهم، كيجي عارف الطلب ديالو صريح، تيقول لك عندي مشكل في الشخصيه وكنحشم بزاف، ولا ما تقدرش نقول لا، ولا ما تقدرش نخسر الناس، وبغيت نخدم على هاد لافيرماسيون دو سوا. النوع الثاني كيجيو على مشاكل اجتماعيه، مشاكل في الخدمه، مشاكل مع الزوجه ولا الزوج، مشاكل مع الاصدقاء، مع الاطفال، الاولاد ديالو. وبالتحليل النفسي كتتضح لنا ان المشكل الرئيسي ولا السبب الرئيسي هو عدم القدره على اثبات الذات، او لا لو مانك دافيرماسيون دو سوا. الحاله الثالثه واللي ما قليلاش هي كيجيو الناس بمضاعفات، يعني يقدر يجي الانسان بحاله ديال الاكتئاب، بحاله ديال البرن اوت، ولا ان سورموناج في الخدمه ديالو، تيلمو ما تيقدرش يقول لا، تيلمو ما تيقدرش يقول ستوب، تيلمو كيعيا وما تيقدرش يواجه وما تيقدرش يعبر على هاد لي بيزوان ديالو. دونك كيجيو هاد الناس يا اما بحالات ديال القلق، حالات ديال الخوف، ستريس، انكسيتي، دي تروبل دو لادابتاسيون، دي فوا دي ديبرسيون الى غير ذلك. وعاوتاني بالتحليل النفسي كيتضح لنا ان السبب او واحد من الاسباب هو عدم القدره على اثبات الذات، او لو مانك دافيرماسيون دو سو، كي خصنا ضروري نخدموا عليها. ما يمكنناش نداوي اون ديبرسيون اللي السبب ديالها هو عدم القدره على اثبات الذات بلا ما نطرقوا لهذا المشكل. دونك علاش كيخصني نكون افيرمي، علاش عدم القدره على اثبات الذات خايبه؟ اولا الناس اللي عندهم مانك دافيرماسيون دو سو سي دي جان مالورو، ناس ما عايشينش مزيان، دائما تيحس براسو ما مرتاحش، اون كولير، حزين، مضيوم، حيت ما تيقدرش يخرج المشاعر ديالو، ما كيقدرش يعبر عليهم. دونك دائما كيحس براسو يا محقور، يا حزين، يا متوتر. دونك واحد لا سوفرانس كوتيديان. ثانيا هاد الناس اللي عندهم لو مانك دافيرماسيون دو سوا كيأثر لهم على النظره اللي عندهم لذاتهم، يعني تيكون عندهم اون موفيز استيم دو سوا، تتكون عندهم ان مانك دو كونفيونس اون سوا، ما كيكونوش كيثقوا في راسهم، وما تتكونش عنده تقدير ديال الذات، ما تيكونش عنده، وبالتالي كيدوز نفس لامبريسيون كيدوزها للناس الاخرين. دونك كنكتشفوا كتجينا لامبريسيون ديال شي واحد اللي ما تايقش في راسو، اي اوتوماتيكمون كنتعاملوا معاه على هذاك الاساس. دونك كنزيدوا كنستغلوا بين قوسين، يا اما بحسن نيه او بسوء نيه، كنستغلوا الانسان اللي ما تايقش في راسو، كنستغلوا الانسان اللي ما عندوش القدره انه يقول لا، حيت حنا ما عارفينوش، ما يمكن لينا اون بو با دوفيني لي بونسي ديالو. دونك اون لو ريسبكت با، كنتعاملوا معاه على هذيك الطريقه، وكندخلوا في واحد الحلقه مفرغه، يعني هو ما كيتيقش في راسو، ما
ما راضيش على نفسه، ما راضيش على ذاته، الناس كيعاملوه بهذيك الطريقه، كيزيد يفقد الثقه في النفس وكيبقى كيدور في هذيك الحلقه المفرغه. رابعا، هاد الناس اللي عندهم لو مانك دو دافيرماسيون دو سو كيكونوا عندهم بزاف ديال المشاكل الاجتماعيه، بزاف ديال المشاكل انتر بيرسونيل، يا اما مع الزوج والزوجه، يا اما في العمل، يا اما في القرايه، يا اما مع الجيران، يا اما علاش، لانهم ما كيقدرش يثبت نفسه، ما كيقدرش يعبر على راسه، ما تيقدرش يدافع على راسه، ما تيقدرش يجاوب على شي اتهام ولا على شي كريتيك ولا على شي انتقاد، ما كيقدرش يجاوب عليها. كريمه هاجر، السلام عليكم. غادي نجاوب في الاخر ديال 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 لو لايف مدام كريمه، واخا ماشي الموضوع ديال اليوم، مرحبا بك. دونك اختاريت هذا الموضوع كما قلت حيت موضوع مهم بزاف، غادي نقترح عليكم نهضروا عليه بواحد الطريقه سهله ومبسطه بزاف، باش كل واحد فينا يقدر يكتشف النوع ديال الشخصيه اللي عنده، فين كاين المشكل، وكيفاش نخرج منه بواحد الطريقه اللي هي سهله وبسيطه. الناس اللي عندهم اللي يحاولوا ما قدروش، ولا الناس اللي عندهم مضاعفات كما قلت اكتئاب ولا حالات ديال الرهاب الاجتماعي ولا فيمكن لهم يستعنوا بلا سيكوثيرابي افيك ان سيكياتر ولا ان سيكولوج. دونك باش غنبداو غنعرفوا بعدا انواع ديال الشخصيات ولا انواع ديال السلوكات، باش ما ندخلوش في لو جوجمون. دونك ثلاث اربعه ديال الانواع ديال السلوكات اللي عندنا. السلوك الاول هو السلوك العدواني ولا لو كومبورتمون اغريسيف. هذا لو كومبورتمون باش كيمتاز، كيمتاز بالانانيه الشديده، كيفكر مول هذا لو كومبورتمون، كيفكر غير في نفسه، ما كيقدرش ولا ما كيراعيش المشاعر ديال الناس الاخرين. كيهضر بواحد الطريقه انفعاليه، بواحد الطريقه كنقولوا لها خضراء، يعني ما يعني ما كيراعيش الناس الاخرين. طريقته يعني في التعامل ديالو مع الناس دائما تيكون هو لو غانيون، عند نفسه دائما كيكون غانيون بيردون، ما كيراعيش الاخرين، يعني انا وبعدي الطوفان. دونك الا فكرنا مزيان غنلقاو كلنا عندنا واحد لو موديل في لونطوراج ديالنا غادي نعرفوه انه عدواني ولا السلوك ديالو عدواني. وهاد العدوانيه درجات، يعني كتمشي من الصفر حتى اللانهايه، يعني يقدر يكون عدواني شويه، عدواني مره سوفون عدواني، اولا دائما في لي كومبورتمون ديالو كاملين كيكون كتكون العدوانيه. وهادو ناس غالبا تنخافوا منهم، ماشي كنحترمهم، مي تنخافوا منهم. في لوتر اكستريميتي ولا ضد ديال العدوانيه كاين لو كومبورتمون سومي ولا افاسي ولا باسيف، يعني السلوك السلبي، يعني هو هذاك الانسان اللي ظريف بلا قياس، ما تيقولش لا، ما عمرو تيعبر على نفسه، ما عمرو تيخسر الخاطر، كيسبق الناس الاخرين، عاد كيشوف وما كيشوفش راسو، دا الي لا جوست بور فير بليزير او زوت، سي ماشين كي ريبون او بيزوين دي زوت. هو اللي تنقولوا عليه بالعاميه درويش، الله اكبر، هو تنقولوا عليه لا ماشي الاذان، دونك هو اللي تنقولوا عليه درويش، باش ما نقولوش ان شخصيته ضعيفه، باش من نزيدوش ناثروا عليه درويش، حيت اون كيلكو سورت حنا مستافدين منه. دونك ديما كتسمع سير عند فلان ما يرجعكش، سير عند فلان ما يقولش لا، فلان الله يعمرها دار حاجته ماشي ديالو. هذا هو التعريف ديال الانسان اللي افاسي سومي ولا باسيف، هو الانسان اللي علاقته مع الاخرين بيردون غانيون، كيربح الناس الاخرين وهو دائما خاسر، دائما ما عمرو ما كي دونك الاذان الله اكبر، ما عمرو ما كيعرف لي بوزوان ديالو شنو هما، ما عمرو ما كيعرف شنو هما لي بروبليم اللي عنده باش يعبر عليهم. النوع الثالث هو لو كومبورتمون مانيبيولاتور، بالعربيه هو السلوك المتلاعب، يعني حتى هو اناني بحالو بحال لاغريسيف، يعني في نفس الخانه مع لاغريسيف، حتى هو درجات. هو واحد الانسان تيفكر في راسو بطريقه كبيره بزاف، ما تفكرش في الاخرين، ولكن ما عمرو ما غيجيك نيشان، ما عمرو ما غيقول لك لا ريزون لا فري ريزون علاش باغي هذيك الحاجه، ديما غيبقى كيتلاعب، دائما غيقدم واحد المجاملات حيت باغي موراهم شي حاجه. هذا الانسان المتلاعب حتى هو كيدخل في علاقات غانيون بيردون، دونك كيفكر غير في راسو. النوع الرابع هو النوع اللي بغينا كلنا نوصلوا ليه، هو لو كومبورتمون افيرمي، جا في الوسط، يعني كيحترم نفسه، كيحترم الاخرين، كيعرف شنو الحقوق ديالو، كيعرف حقوق الاخرين، كيعرف لا ليميت بيناتهم،
دونك سي دي غلاسيون لي غلاسيون لي عندو مع لونطوراج ديالو سي دي غلاسيون غانيون غانيون كيفكر في نفسه إيه ولكن ما عمرو كيظلم الاخرين ما عمرو كيستهزئ بهم ما عمرو ما كي زعما دائما كياخذ مشاعرهم بعين الاعتبار دائما كيعطيهم الاحترام ديالهم الى غير ذلك دونك هادو هما الربعه ديال الانواع ديال لي كومبورتمون اللي كاينين و والتصنيف ديالهم دونك كيفاش يمكن ليا نخدم على نفسي ونكون افيرمي دونك غير باش نعقلو مزيان الانسان اللي افيرمي كيكون واحد الانسان اللي عنده سهوله في التعبير كيعبر على الراي ديالو كيعبر على الاحتياجات ديالو كيكون لبيق في الهضره ديالو انيق تيكون بولي تيكون فيرم يعني تيكون عارف راسو شنو باغي وتيكون ديريكت هادو اشياء مهمه باش نميز الانسان اللي افيرمي دونك في لا سيكوثيرابي كومون نخافاي حنا سور لافيرماسيون دو سوا تنخدموا على ثلاثه ديال اون توكا مو كنخدموا على ثلاثه ديال المحاور اللي كنفرقوهم لست نقاط دونك المحور الاول هو لا دوموند يعني الطلب المحور الثاني هو المجامله لو كومبليمون المحور الثالث هو الانتقاد او لا كريتيك الصوره غير واضحه جو بونس كو جي ان بروبليم دو كونيكسيون مروه شي ديزولي غيصبروا معنا دابا تري بيان برافو كاوتر لي جيتي الوسط دونك ليماج اي فلو جو سوي ديزولي ما عرفتش كيفو فير الصوت مازال بعيد نحاول نقلب